حياتي أنا كلها صارت ظلمة، ولا عندي موبايل ولا عندي صورة لنفسي حتى أقدر أشوف نفسي شون كنت ألعب. أنا كلي ثقة برنامج خطوة عامة إن شاء الله يسوون عملية وأرجع ألعب من جديد. ندخل الملعب وأشوف أصدقائي كلهم بدلين ملابس رياضية، أبكي بداخلي. اسمي حسين عادل عوجل، سكني الكمالية حي الغدير، عمر 21 سنة، دراستي السادس ابتدائي، هوايتي كرة القدم. باشرت 2010 في المعامل الباوية، تكوننا من داخل منطقة فريق الأنوار وأخذنا كثير من البطولات وحققنا كثير من الإنجازات. إصابتي قطع بالرباط الصليب وتمزق بالغضروف، إصابة صعبة دمرت كل شيء بحياتي، تدمت حياتي كلها، لأن كان عندي طموح أصعد المنتخب أصعد الأندية، اتوقعت أنه بعد ما أرجع ألعب طوبة. كنت أشتغل وأطلع ويا جماعتي وأضحك وأشاقة وأتونس، ماكو شيء بداخلي. لما أجتنا هاي الإصابة يعني كلش ضجت، ضلت قاعد بالبيت، أطلع للشغل أكو ألم برجلي، أجي الوالدة بابا رجلي توجعني ما أقدر أشتغل. الناس تشوفنا مشي طبيعي وأضحك وأسلم، بس ما يعرفون الألم اللي بداخلي. أنا كنت يومية إنه ألبس ملابسي الرياضية وأطلع للساحة، صار لي سنة وشهر ما لابس دن الملابس الرياضية. مرات أروح المكانات عامة وأشاهد كرة القدم وأقول يجي يوم من الأيام وأصير مثلهم ومثل الأندية العراقية أو المنتخب. طموح هذا الشيء لأن أنا أحب العراق، بالأيام القادمة أثناء إجراء عمليتي وأطلع من هاي الشدة إن شاء الله، الله يوفقني ومثل المنتخب. عندي أمل برب العالمين إن شاء الله أرجع لعب طوبة.